أهلا ومرحبا بكم إلى نقطة حوار جديدة، معي أنا محمد سيف النصر. أسفر تفجير مسجد يرتاده الشيعة في بلدة القضيح بمحافظة القطيف شرقية السعودية عن مصرع ما لا يقل عن 21 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين. ورغم الخسائر البشرية الكبيرة، لكن يخشى أيضا من الخسائر الاجتماعية ومدى تأثير الهجوم على النسيج الطائفي السعودي والعلاقات بين السنة والشيعة في المملكة، على الأقل وفق ما ظهر في تصريحات مسؤولين رسميين سعوديين أكدوا على أن هذا العمل لن يحدث شرخا في نسيج الوطن، وأن المملكة ستتجاوز محاولات جرها لمستنقع الفتن. لكن بقيت أيضا مشاعر سكان المنطقة الذين احتجوا لأن الحكومة السعودية تترك القرى الشيعية دون حماية كافية على حد قولهم، كما أن طريقة تعامل السلطات في هذه المناطق تثير حفيظة سكانها وتشعرهم بالظلم والجور، علاوة على ما يرتبط بخطاب ديني وأجواء عامة في المملكة ضد الشيعة تساعد على زيادة أجواء التحامل والتعصب ضدهم وفق طبعا سكان المنطقة الشرقية. طبعا كل ذلك رغم إعلان ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية داعش مسؤوليته عن الهجوم، فيما يبدو أنه استمرار لمحاولاته استهداف السعودية وفقا لما تقوله سلطات المملكة والتنظيم ذاته. ما رأيكم أنتم؟ هل يؤثر تفجير القضيح على العلاقات بين السنة والشيعة في السعودية؟ كيف ترون الطريقة التي تعاملت بها السلطات السعودية مع الحادث؟ وهل ترون أن التطورات الإقليمية تساعد على إذكاء مشاعر التوتر بين السنة والشيعة داخل البلد الواحد؟ شاركونا حوار اليوم هاتفيا على رقم 00-44-20-77-65-0211 أو عبر رسالة نصية على رقم 00-44-7-9-3-40-47 أو عبر موقعنا bbcarabic.co.uk. كما تطلعون المشاركات أيضا متاحة عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك اختاره حسين صادق ليرسل مشاركته، جوجل بلس، تويتر، كل صفحات نقطة حوار على وسائل التواصل الاجتماعي متاحة لكم للمشاركة في الحوار وتتابعها لحظة بلحظة قبل بداية الحلقة. حتى زميلتي ديانا عبد القادر، مرحبا ديانا، وكيف رصدت البداية؟ أهلا محمد. تفجير بلدة القضيح في محافظة القطيف شرقية السعودية وعلى الرغم من وقوعه يوم الجمعة لازال يثير ردود فعل واسعة، ولا زالت الآراء حول هذه العملية تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين آراء من فضل الحديث عن جذور المشاكل التاريخية بين السنة والشيعة في السعودية أو من ساند طرفا على حساب الآخر. كان هناك أيضا آراء ناقشت العنف الطائفي كظاهرة بشكل عام، وأشارت إلى أو هذه الآراء أشارت إلى تأثير الأزمات الإقليمية على المملكة السعودية أيضا. من هذه الآراء على الجبوري مثلا يقول: العلاقة وصلت لذروة التصعيد، لكن وجود العقلاء لدى الطرفين سينهي التوتر بإذن الله. نعم، هذه واحدة من الآراء، باقي الآراء في خلال الحلقة. نعم، أنا واثق أننا سنستمع لآراء مثيرة للاهتمام، نتابعها بالتفصيل معك ديانا لاحقا في لقائنا القادم. لكن الآن يعني نبدأ بمجموعة المتصلين هاتفيا. أرحب بالمجموعة الأولى، ناصر المير من القطيف ورزاق العكيلي من العراق وعمار يوسف من الأردن وصالح يتصل بنا من ألمانيا. لكن خلوني أبدأ بناصر المير من القطيف حيث المنطقة الشرقية في السعودية. مرحبا بك معنا يا ناصر. أنت يعني تنتمي للمنطقة التي وقع فيها هذا الهجوم، من وجهة نظرك هل تعتقد أن مثل هذا الحادث قد يؤثر على العلاقات بين السنة والشيعة في المملكة برأيك؟ قبل ما يقارب ساعة تقريبا كنت في موكب تشييع الشهداء، كان حضور لافت لأستطيع القول بكل ثقة أنه أكثر من 100,000 مشيع كانوا موجودين ضمن الموكب تشييع الشهداء. أتوجه بداية إلى أهلنا حقيقة ولنفسي وللجميع بالتعزية في فقدان هذه الكوكبة، ثم أبارك للشهداء ما حصلوا عليه بحسن الخاتمة بأن كانوا في أفضل بقعة، كانوا في المسجد في صلاة الجمعة يوم الجمعة في الصلاة، ارتقت أرواحهم إلى الله عز وجل. حقيقة لا أخفيك، نحن كنا نتوقع مثل هذا العمل وكنا نحذر منه، حيث كانت أصوات إثارة الفتنة والتكفير تعلو فوق كل صوت دون محاسبة. يعني إمام المسجد الحرام يقول أنه في حرب مع اليمن، أنه فلتكن فتنة، فلتكن طائفية، ونحن ضد الشيعة، يعني وضعت الشيعة استعملت في هذه الحرب، مع أنه القضية كانت في ذات بعد سياسي والدولة تضعها في بعد سياسي وضمن مطالب سياسية وهي علاقات دول. حقيقة يعني
جرحنا جرح غائر عندما نقتل ضمن هذا الإطار. نعم. طيب ناصر خليني أسألك، وحتى ما تتحدث عنه أنت من رؤية أن الخطاب السائد والمشاكل التي تحدث في المنطقة انعكست عليكم أيضا، هل كان حاضرا في هذه الجنازة الضخمة التي تتحدث عنها؟ يعني هل وجهة النظر هذه هي السائدة أم كانت هناك وجهات نظر أخرى لاحظتها أنت خلال هذه الجنازة؟ يمكن الجميع مشاهدة مواقع، حتما التصوير سيوضع على اليوتيوب وغيرها من البرامج. نعم. ستلاحظون الشعارات التي رفعت نادت بالمواطنة، نادت بالمساواة، نادت برفض الطائفية، نادت برفض الإرهاب، نادت بالمساواة. بمعنى حتى هذا الحشد الهائل لم يطالب إلا بالوحدة حقيقة، لم يطالب إلا بالمواطنة، لم يطالب إلا برفض الإرهاب. كانت مسيرة حضارية ثقافية، يعني كان حضور رغم الجرح ورغم الألم ورغم العدد الهائل من الشهداء، أطفال من ضمن الضحايا، وفي مسجد في بيت الله. أنا أريد أقول حقيقة هناك مقدمة كانت لكل هذا في التعليم. لا نزال ندرس في مدارسنا أننا مشركون وأعمال شركية موجودة، يعني صورة في كتاب لكتاب مدرسة قيل أن هذا في الغلاف هذا رجل شيعي، فمزق الغلاف وأثير الضجة على مستوى المملكة على تويتر أن هذا رجل، كيف المملكة تضع صورة رجل شيعي؟ إذا نحن إحنا جزء من هذا الوطن، نرغب في هذا الاعتراف. تمام يا ناصر. حقيقة القنوات ليل نهار تفضح بأننا وأننا فرس ومجوس وصفوية وعملاء إيران ومطلوب إثبات ولائنا إلى الوطن وانتمائنا إليه. شكرا. أقول أيضا كلمة في الأخير وبشكل سريع جدا. تفضل سريع. أنه قلوبنا حقيقة لا تزال تتسع الكثير، تستوعب الوطن كاملا بكل أطيافه. شكرا جزيلا لك. لا تزال أيادينا ممتدة للجميع. ناصر المير شكرا جزيلا لك، كنت معنا من منطقة القطيف في شرقية السعودية. ودعونا نضم لحوار اليوم من العاصمة الرياض إبراهيم آل مرعي الخبير الأمني والاستراتيجي. أستاذ إبراهيم أرحب بك معنا. أهلا وسهلا. مرحبا أستاذ إبراهيم، يعني ربما أنت استمعت لما تحدث به ناصر وهو من منطقة القطيف، رغم أن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية أو داعش أعلن مسؤوليته بوضوح، والسلطات أيضا في المملكة وصفت الحادث بأنه إرهابي، لكن المتصل يتحدث عن أجواء ربما هيئت أو ساهمت في مثل هذه الأحداث أو لمثل هذا الهجوم، أجواء ربما بالنظر لهذا الحديث تتحملها الحكومة السعودية، ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يا سيدي الكريم، أود أن أعزي في شهدائنا في القديح وعددهم 21، أهل القطيف وأهل الأحساء والدالوة وأبناؤنا في نجران من كما يسمى من المذهب الشيعي، هم جزء من هذا الوطن ولهم حق المواطنة الكاملة، وهم متساوون معنا في كافة الحقوق، ولا يحق لأي إنسان يريد خيرا لهذا الوطن أن يكون هناك أي تفرقة. كلام أخي ناصر من القطيف كان كلاما عقلانيا. أهلنا في القطيف يشاركون في بناء هذا الوطن في السلم ويدافعون عنه الآن في الحرب، فهم جزء من القطاعات الأمنية وجزء من الجيش السعودي، ولذلك أي إنسان يحاول أن يوجه اللوم إلى هذه أو أن يجعل هناك تفكيك أو تشتيت للحمة الوطنية السعودية ستبوء كل محاولاته بالفشل. يا سيدي الكريم، لا شك أن هناك دول إقليمية تسعى إلى تهديد أمن المملكة العربية السعودية وفتح جبهة داخلية على المملكة من خلال إحداث شرخ ما بين المجتمع، ما بين السنة والشيعة. ونحن في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى الآن والمملكة آمنة ومستقرة. نعم هناك أصوات نشاز من الطرفين وهي غير مقبولة، وإن دلت على شيء فإنما تدل على جهل. الولاء هو لله سبحانه وتعالى ثم لتراب هذه الوطن. وأؤكد لك يا سيدي الكريم أن هناك من أبناؤنا من المذهب الشيعي من هم يتبوؤون منصب وزير في الدولة. صحيح. طيب أستاذ إبراهيم، اسمح لي وأنت تثير نقطة هامة، وهي
ارتباط ربما هذا الهجوم بأوضاع إقليمية أو محاولة بعض الدول إثارة القلائل أو عدم الاستقرار في السعودية، وهو حديث لاحظنا وجوده في الصحف السعودية أيضا تعقيبا على الحادث. أستمع إلى عمار يوسف وهو سعودي موجود في الأردن. عمار، ما رأيك في هذا الطرح والربط بين مثل هذا الهجوم والتطورات الإقليمية في المنطقة ورغبة دول في زعزعة استقرار المملكة؟ أعتقد بعد أن أعزي أهالي الشهداء وأعزي الوطن أن مثل هذا الكلام، أن إحنا دائما نلوم الخارج على أخطاء أو على تقصير منا إحنا وفينا في الداخل السعودي نفسه. التقصير واضح، ولو لاحظ يعني إحنا قبل 7 شهور عشنا مثل هذه الأيام، أيام حزن على شهداء سقطوا في قرية الدالوة في الأحساء. فكان من المفروض وكان في منادات أنه يكون في إيقاف للتحريض الطائفي في هذا الوقت. ما شفنا شيء تغير، وإلى وقت ما بعيد كان في تحريض حتى من جريدة محلية في تحت سلطة الدولة، اللي إحنا استنكرناه كثير، بس ما شفنا أي وقفة جدية لإيقاف هذا المحرضين، لأن هؤلاء المحرضين، يعني لاحظ دائما اللوم على الخارج، هؤلاء المحرضين هم المجرمين الحقيقيين، والمفجرين فقط هم منفذين. نعم. فإيقاف الجانب الأمني المشكور من الدولة مطلوب، لكن الجانب الفكري، الجانب الإعلامي، إيقاف هؤلاء المجرمين الحقيقيين هو المطلب الأول. طيب، تمام. شكرا جزيلا لك عمار على هذه المشاركة. أعود إلى الأستاذ إبراهيم. كما استمعت، يعني هناك ملاحظات يكررها هذا المتصل من الأردن على أداء الحكومة السعودية فيما يتعلق أو إعلاميا وأيضا فكريا واجتماعيا، كما ربما ذكر المتصل الأول هناك في المناهج ما يهيئ الأجواء لمثل هذه التوجهات العنيفة أو المعادية للشيعة. فهل إلقاء اللوم أستاذ إبراهيم على الأوضاع الخارجية أو محاولات دول لاستهداف السعودية هو هروب من مشاكل داخلي أو من وضع داخلي غير صحيح وعدم رغبة في التعامل مع الواقع؟ يا سيدي، أريد أن أجيب على هذا السؤال من خلال توجيه كلام إلى أخي عمار وإلى كافة الأخوة الشيعة في المملكة العربية السعودية. يا إخوتي الكرام، المملكة العربية السعودية مستهدفة. 7 عمليات نفذت منذ 22 يونيو حتى 22 مايو في مسجد القديح من قبل تنظيم الدولة، وأعلن أبو بكر البغدادي حربه على المملكة العربية السعودية. وهل كان الغامدي الذي قتل من الأمن الخاص شيعيا؟ وهل كان رجال الشرطة الذين قتلوا في شرق الرياض في 18 أبريل من المذهب الشيعي؟ الإرهاب لا دين له ولا وطن. الإرهاب يستهدف أمن المملكة العربية السعودية ويريد استخدام الأخوة من المذهب الشيعي أو الأخوة من السنة ليتحاربوا فيما بينهم لتكون له المملكة أرضا خصبة. ولكن نحن نقول لمن يقود هذه العمليات أن السلم الاجتماعي وأن الوحدة الوطنية للمملكة العربية السعودية عصية على الإرهاب. الإرهاب لم يستهدف مذهب بعينه. عندما قتل العميد عواد البلوي في 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 سويف في 5 يناير، هل كان من المذهب الشيعي؟ طيب. الإرهاب يستهدف المملكة العربية السعودية بكافة طوائفها. طيب. طيب. ويجب ألا يكون هذا الإرهاب موجه أو يقال أنه موجه لطائفة بعينها، وإنما يراد له ذلك لفتح جبهة داخلية في المملكة العربية السعودية، ونحن نرفض ذلك. تمام. خليني بس، لأن ناصر من منطقة القطيف من شرقي السعودية، يعني هو يعايش ما يتحدث عنه أو ما يتحدث عنه سكان هذه المنطقة. ناصر، تفضل، هل من تعقيب على رد الأستاذ إبراهيم؟ أنا أعقب على كلمة الأستاذ إبراهيم والأخ إبراهيم وأقول له بكل تأكيد نحن وأنتم في خندق واحد، ومن ثم هذا يستدعي تشخيص العدو. أرجو عدم رمي الكرة في خارج.
أنه إيران وحزب الله كما تلمح لهم جريدة الوطن وغيرها من الجرائد. نعلم أنه اليوم جريدة اليوم قبل أيام تعدت على المذهب الشيعي وهناك تعديات على أننا لا نطالب أن نكون استثناء وأن تضع لنا الدولة حماية على في كل مسجد عسكري وفي كل شارع ضابط، لا أبدا أبدا، نحن وأنتم في خندق واحد. نحن نطالب بقانون يجرم الفتنة، يجرم من يكفر الآخر. نحن شركاء في هذا الوطن، ضمن هذه القاعدة نحن ندعو إلى التعايش. نحن لا نمانع بتقديم القرابين، نحن لا نمانع بتقديم القرابين لوحدة هذا الوطن وسلامة أراضيه بعيدا. اسمح لي، أنت أثرت نقطة هامة وهي واحد. نقطة قانون يجرم الطائفية، وهو أمر جرى الحديث عنه في السعودية ما بين صعود وهبوط، يعني في بعض الأحيان يتصدر المشهد الحديث عن مثل هذا القانون الذي يجرم الطائفية، بعض الأحيان الأخرى يغيب الحديث عن هذا القانون. وما يستدعينا أن أسألك أستاذ إبراهيم، ماذا يعني إذا كانت المملكة تدرك التطورات في الإقليم، تدرك هذا الشد والجذب الطائفي، تدرك كما يقول المسؤولون أن هناك دول تسعى لاستهداف المملكة واللعب بهذا الكرت، ما الذي فعلته المملكة للتحسب لهذا؟ ما الذي فعلته من أجل الحفاظ على اللحمة الوطنية؟ ما الذي فعلته، أكرر عليك، للقضاء على مظاهر سلبية في الخطاب الديني، تخلط ما بين خلاف سياسي مع دولة تعتنق المذهب الشيعي وهي إيران، وما بين يعني ما بين بعض سكان أو جزء أو مكون أساسي من سكان المملكة وهم شيعة المنطقة الشرقية؟ ما الذي اتخذتموه في السعودية للتعامل مع كل هذا غير الحل الأمني، غير الحديث عن خطر الإرهاب؟ أنا أعتقد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه تسعى جاهدة إلى تلافي أي سلبيات أو تلافي أي أخطاء. وبطبيعة الحال يا أخي أنا لن أقول لك من هذا المنبر، لن أقول لك أن المملكة العربية السعودية دولة أفلاطونية خالية من الأخطاء. نعم هناك تقصير، هناك أخطاء، ولكن القيادة في المملكة العربية السعودية والشعب يعي أهمية تلاحم الشعب السعودي ضد أي تهديد. طيب ماشي، سواء دل من على الشعب قبل التنظيمات الإرهابية أو أي تنظيمات دل أو على الشعب أي دول يعمله. إقليمية. سيدي أستاذ إبراهيم، هذا ما على الشعب أن يفعله، ماذا على الحكومة؟ أين قانون تجريم الطائفية مثلا كإجراء أساسي وبسيط؟ أنا أعتقد يا سيدي الكريم أن إذا كان هناك، وأعتقد أن هناك الآن فريق عمل يقوم على سن قوانين تجرم الطائفية في المملكة العربية السعودية أو تجريح في أي مذهب وترك الفرص متساوية فيما يخص العمل. وأؤكد لك يا سيدي الكريم وأخي ناصر وأخي عمار يعلمون ذلك، يا سيدي الآن إخوتنا من المذهب الشيعي يشاركون الآن في العمليات للدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية على الحدود الجنوبية، ونحن وهم جزء من الوطن في السلم والحرب يا أخي. تمام، خلينا نستمع إلى رزاق العكيلي ويتحدث من العراق، والعراق لها تجربة تمتد طبعا لسنوات طويلة وبأبعاد يعني شديدة وكبيرة وخطيرة في مسألة العنف على أساس طائفي وتعامل الحكومة. مرحبا رزاق، كيف تقيم هذا الحادث في السعودية وتأثيره على الشيعة والسنة هناك من خلال التجربة التي جرت لديكم وربما تجري في العراق؟ تفضل. عندما يكون هذا العمل دموي لا شك أنه يؤثر تأثيرات سلبية على العلاقة القائمة بين الطائفتين السنية والشيعية. هذا العمل يستمد الذي قامت به داعش، إنما استمدت داعش هذا الفكر من الفكر الوهابي السلفي السعودي. المملكة العربية السعودية أطلقت العنان لرجال الدين بتكفير العلمانيين وبتكفير الشيعة وتكفير الطوائف الأخرى. ولذلك نجد ممارسات داعش بالحقيقة هي ممارسات سلفية تنطبق مع التوجهات القائمة في المملكة العربية السعودية. تمام، طيب خليني نعم. وما حدث من تفجير هو ينطبق مع ما ورد من فتاوى عبد العزيز ابن الباز وعبد العزيز الشيخ ورجال دين كثيرين من الذين كفروا المذهب الشيعي. طيب في العراق مثلا، خليني اسالك سريعا من خلال المقارنه،
يعني إذا كانت الحكومة كما تقول غضت الطرف في السعودية عن خطاب ديني تحريضي أدى لإذكاء هذه المشاعر ومثل هذه الممارسات، ماذا عن العراق أو من خلال التجربة العراقية؟ يعني الحكومة هناك بالأساس ليست حكومة سنية منذ سنوات، فما السبب في أن بلد ليس شيعية كذلك؟ هي حكومة مشتركة. طيب ما السبب؟ يعني الوضع مختلف، الحكومة في العراق ليست حكومة أين شرعية. كان الفارق؟ ولماذا أيضا العراق مرت بتجربة صعبة، ربما أصعب حتى الآن، أصعب من السعودية في هذا المجال؟ نحن في العراق نعاني من الفكر السلفي الوافد من الجزيرة العربية، وهذه المعاناة ليست حديثة، هي تعود لقرون. كانت هناك غزوات لتهديم النجف ولتهديم كربلاء، وهذه المطالبات التي طالب بها داعش بتهديم كربلاء والنجف وبإزالة الصروح والقبور هي ممارسات وهابية طبقتها يعني السعودية الفكر. أولا طيب يعني أنت تحمل نعم يا رزاق نعم. أين هي الآن؟ أنت تحمل الفكر أو الخطاب الديني المتشدد في السعودية مسؤولية الوضع أو ما يحدث في السعودية فيها على هذا النحو يعني، وحتى لديكم في العراق. طيب شكرا جزيلا، وأستمع إلى أحمد يوسف من تركيا. كيف تنظر إلى هذا الهجوم الأخير وأسبابه ربما وتأثيرته؟ مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور. وأمسي على الأخوة المشاركين. أخي الكريم، أنا في تركيا بس لكني سعودي رايح رحلة علاجية. عمري 50 سنة وإمام وخطيب مسجد في الأحساء، والأحساء تعرفها خليط بين السنة والشيعة. تمام. لم يمر علي يوم من الأيام أن حدث نزاع أو خلاف أو شجار بين سنة وشيعة. عشنا متآلفين، متحابين، متزاورين في الأفراح والأتراح والأعياد والمناسبات ورمضان والعزاء. يا أخي، هذه منظمة ليست دينية ولا شرعية. من قامت بهذا العمل الإجرامي لا تمت لمذهب أهل السنة بصلة بتاتا. يعني يا أخي الكريم، كل من ادعى أنه سني أو سلفي صدقناه أبدا. هؤلاء منظمة. لكن أستاذ أحمد أو شيخ أحمد، من لو أجل إشعال الفتنة في لو جاز لي أن يعني أطلق عليك شيخ، طبعا لأنك إمام كما تقول، أنتم كرجال دين في السعودية متهمون بتهيئة الأجواء عبر فتاوى متطرفة أو أفكار متشددة أو تعميم، ويعني إطلاق آراء تتعلق بالشيعة تبيح أي شيء معهم ما يسهل مثل هذه الأفعال أو يبررها. أخي الكريم، التحريض الطائفي بدأ منذ أن قتل صدام حسين وحكم العراق المالكي وغيره. أنشئت هناك قنوات تكفر السنة وتسميهم النواصب والعمريين والبكريين، وتسب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلعن السلفيين، وتكفر من تسميهم بالوهابيين، وتتهم أمهات المؤمنين بالزنا كما صرح بذلك ياسر حبيب والمرجع. هناك قناة يا أخي اسمها فدك، يمولها مرجع شيعي محمد صادق الشيرازي وأبنائه وأبناء إخوته. القنوات السنية أنشئت من أجل الدفاع عن عقيدتهم يا أخي، والرد على الشبهات. يعني ما أنشئت قناة صفا مثلا إلا عندما أنشئت قناة الأنوار. ما أنشئت قناة الوصال إلا عندما أنشئت قناة أهل البيت، وهي التي تكفر. نحن مع الشيعة في الأحساء وفي القطيف، عشنا معهم متآلفين يا أخي، والله العظيم. إن جيراني شيعة ومتحابين وأصدقائي، وما بيننا إلا الاحترام. تمام. شكرا شيخ أحمد. التآلف يا أخي. شكرا جزيلا. وصل رأيك، وجهة نظرك. يعني أستاذ إبراهيم، كما استمعت، يعني من الطرفين أو الجانبان يحملان الفكر، مسألة الفكر. المنتقدون يقولون أن المملكة تتجاهل المشكلة الأساسية وهو وجود بيئة حاضنة لهذا الفكر فيها، وتركز على البعد الأمني، بل يعني تذهب إلى ما هو أبعد، البعد الإقليمي. يعني شاهدنا في الصحف السعودية تركيز على أن إيران وحزب الله يتحملان المسؤولية، بل تعاونا مع داعش أو تعاونت إيران مع داعش في مثل هذه العملية. هل يختلط الزيت بالماء أستاذ إبراهيم؟ ويعني بدلا من التركيز على المشكلة الأساسية تطلق نظريات حتى تبدو لكثيرين غير واقعية، ما رأيك؟ يا سيدي الكريم، أولا أشكر أخي أحمد يوسف وعلى ما قال من كلام وهو صحيح،
وبالنسبة في 30 ثانية على الأخ رزاق الذي تحدث وعندما قال أن تنظيم الدولة هو يستمد فكره من المملكة العربية السعودية، يا أخي الكريم، تنظيم داعش أعلن بصراحة مناصبته العداء للمملكة العربية السعودية ووصفها برأس الأفعى. الإسلام بريء من تنظيم داعش، والمملكة العربية السعودية منهجها وسطي معتدل، لا يوجد تطرف لدينا، لا 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 إلى ليبرالية منفتحة ولا إلى تطرف في الدين، نحترم جميع الأديان ونحترم جميع الطوائف، والمملكة العربية السعودية وقيادتها تهدف إلى وجود مواطنة حقيقية وعدالة. ولذلك عندما تتهم المملكة بأن تنظيم داعش يستمد فكره من المملكة فهذه مغالطة كبيرة ولا تنطلي على طفل صغير. فيما يخص يا سيدي، أنا أعتقد أن التنظيمات الإرهابية استغلت ثلاثة نقاط مهمة، وأنا كتبتها اليوم في مقال في صحيفة الرياض بعنوان السلم الاجتماعي عصي على الإرهاب. يا سيدي، التنظيمات الإرهابية استغلت الخلافات السياسية بين الدول والفروقات المذهبية بين الشعوب، واستغلت الصراع الاستخباري بين أجهزة الاستخبارات الأمنية. وفيما يخص إيران، فإيران يا سيدي الكريم أعلنت عداءها للمملكة العربية السعودية بصراحة، فهي تدعم ذراعها في اليمن، وهي تريد أن تفتح جبهة داخلية في المملكة العربية السعودية، وليس أنها تدير داعش، ولكن قد تكون تقاطعت المصالح مع إيران مع داعش في أن المملكة أصبحت عدوا لها، وهذا يفسر انسحاب الحشد الشعبي والجيش العراقي من الأنبار التي يراد من ذلك أن تسيطر داعش على الأنبار وتشاغل المملكة على الحدود الشمالية. الوضع في طهران منذ 36 عاما يا سيدي الكريم لم تسلم الدول العربية والإسلامية من أذى إيران. شكرا. فهي امتدت في العراق وفي سوريا وفي لبنان، وتريد أن تصل إلى اليمن، والآن تهاجم المملكة من الداخل وتريد أن تفكك اللحمة الوطنية داخل المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لك إبراهيم المرعي الخبير الأمني والاستراتيجي على هذه المشاركة. والآن أعود إلى زميلتي ديانا عبد القادر التي تتابع التعليقات التي تتوافد وبكثرة على صفحاتنا الإلكترونية. مرحبا من جديد يا ديانا. دعيني أسألك في البداية، يعني كيف هي ردود فعل المشاركين عموما على حوار اليوم؟ كيف رصدتيه؟ محمد، تباينت ردود الأفعال، لكن بشكل عام جاءت أغلب الآراء إما لتقلل من قدر الهجوم الأخير وتؤكد على وحدة الشعب السعودي في مواجهة الإرهاب، أو على العكس تحذر من مغبة التداعيات السلبية التي يمكن أن تلحق بالمملكة جراء استهداف المسجد في بلدة القديح. من التعليقات التي قللت من تأثير الهجوم الأخير على السلم الاجتماعي داخل المملكة كان تعليق عبد الله العياشي. عبد الله العياشي يقول في تعليقه: صحيح الحدث كبير والمصابون كثر، ولكن نحن كشعب سعودي مررنا في أزمات مماثلة ومع ذلك استطعنا تجاوزها. الطائفتين على يقين من أن أمن الوطن هو الأهم. فهد الفهاد أيضا في هذا السياق يقول: أكيد لن يؤثر الحادث، الشعب السعودي واع ومثقف ويعرف المؤامرة التي تحاك ضد الأمة. خالد بن أحمد على تويتر يقول: لم يفلح المجرم ولن يفلح أمثاله في التفريق بين أبناء الشعب السعودي الشقيق. سلمان الدوسري على تويتر أيضا: لست قلقا من الفتنة الطائفية بين السعوديين أنفسهم، فالداعشي الذي فجر نفسه في مسجد للشيعة سيفعلها في مسجد للسنة كما يقول سلمان الدوسري. نعم، طيب، بالتأكيد في مثل هذه الأحداث ديانا كثيرون يبحثون عن الأسباب أو عمن يحملونه المسؤولية. ماذا عمن فضل مناقشة الأسباب وراء هذا التفجير أو هذا الهجوم؟ نعم محمد، هناك كان الكثير من الآراء على تويتر والكثير من الهاشتاغز وأيضا على صفحتنا على فيسبوك العديد من ردود الفعل. في هذا السياق أو في سياق الحديث حول الداخل السعودي، نجد أن بعض الآراء ألقت باللائمة في الأحداث الأخيرة ليس على الداخل السعودي وإنما على الخارج، على دول مثل إيران والدول الغربية، معتبرين أنهم يؤججون الفتنة الطائفية. مثلا موسى محمد عيسى يقول: إيران تريد التفريق بين السنة والشيعة في كل مكان حسب رأيه. مشارك آخر لم يذكر اسمه على تويتر تحت هاشتاغ تفجير إرهابي في القطيف: المخابرات الإيرانية قامت بتفجير الحوزات الشيعية في العراق لتحشد الشيعة ضد السنة، واليوم فعلت نفس الشيء في القديح. أم عمر
في السياق نفسه أيضا تقول دواعش أمريكا وإيران وإسرائيل والأسد هم من فتنوا وفتكوا في هذه الأمة، هم يخافون من أمة عمرها أكثر من 1400 سنة كما تقول أم عمر. تمام. طيب يعني تبعنا بعض الآراء كما ذكرت التي تربط بين الحادث والتطورات الإقليمية أو بين العنصر الخارجي، ماذا عمن ربطوا الأمر بالأوضاع الداخلية السعودية أو توقعوا كيف يمكن أن تكون الآثار على الوضع الداخلي في المملكة؟ نعم، على عكس المتفائلين بأن لن يكون هناك أثار داخلية على الشعب السعودي أو على تأثير طائفي داخل المملكة، هناك أيضا آراء رأت في الحدث خطورة وأثار سلبية كثيرة. من هذه الآراء عمار يوسف. عمار يوسف يقول بالتأكيد هذا الحدث يؤثر وبتكرارها ستسبب فوضى وسيستغلها تنظيم داعش ليتمدد في البلاد. يجب إيقاف المحرضين فهم المجرمون الحقيقيون، أما المفجرون فهم منفذون فقط كما يقول عمار. شكيب الهادي يقول في نفس السياق أيضا العلاقة متأثرة ومتوترة إلى شكل أبعد مما تتصورون، نمر في أوج عصر الطائفية وفي ظل تغذية الصراع الشيعي السني من قوى عالمية وأخرى عربية سنشهد المزيد إذا لم تسارع السعودية إلى احتواء هذه الأزمة. نعم. تحت هاشتاغ تفجير القديح أيضا يعني هناك الكثير كما ذكرت سابقا من التعليقات والهاشتاغات على التويتر. طارق العاص يقول الحادث سفك للدماء وقتل الأبرياء وانتهاك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة المواطنين. سليمان الدويش أيضا يعلق على تويتر تحت هاشتاغ تفجير القديح احذروا محاولات الاستغلال لهذا الحادث أو غيره ومن المستفيد، يتساءل سليمان. نعم، يعني الآراء متنوعة واللافت أن كل طرف يدافع عن وجهة نظره بشكل يعني قوي ومنطقي أيضا في بعض الأحيان. طيب هل رأى مشاركون آخرون في الحوار أبعاد أخرى وأبعاد مختلفة لهذا الهجوم؟ نعم، يعني أريد الإشارة محمد أننا قمنا ب يعني طرح الآراء التي فيها أبعاد ورؤية، لأن هناك الكثير من الآراء على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي فيها فقط اتهامات متبادلة. اتهامات أو سباب، خلينا نعترف هذه القضية اللي بها سنة وشيعة يعني دائما تشهد. نحن نحاول دائما غربلة هذه الآراء وأخذ بالعين الاعتبار الآراء التي فيها يعني تحليل أو منطق. هناك تعليقات رأت في الهجوم الأخير صورة جديدة لمشكلة طائفية متجذرة. مثلا تعليق عبد الحميد الحكيم يقول علينا أن ندير أزمة القديح لمصلحة الوطن بسن قوانين تجرم العنصرية والطائفية وإقصاء أي منبر سواء كان منبر ديني أو إعلامي أو تعليمي يخلق العنصرية في ثقافة المجتمع أو أي منبر ينشر ثقافة الكراهية بين مكونات أو مكنونات المجتمع السعودي. عمار عبد الله يعلق أيضا قائلا إن لم تسكت الحكومة الفتاوى والكتب والقنوات التكفيرية فكيف تتوقف الفتنة؟ يعني كانت أيضا هناك بعض مستخدمي المواقع مواقع التواصل الاجتماعي، كان هناك من تحدث حول جنازة ضحايا الحادث والتي جرت اليوم، وكانت هناك بعض انتقادات للشرطة السعودية من بينها انتقادات حول إجراءات أمنية تمنع البعض من المشاركة في مراسم التشييع. كان هناك هاشتاغ حول هذا الموضوع، هاشتاغ تشييع شهداء القديح. نعم. حسين مرتضى في تحت هذا الهاشتاغ يقول الشرطة السعودية تحاصر محافظة الحسا وتمنع أهليها من مغادرتها للمشاركة في مراسم تشييع شهداء القديح. حسين علي على تويتر أيضا تحت هاشتاغ تشييع شهداء القديح يقول تشييع شهداء القديح يتحول إلى تظاهرة مليونية ترفض فتاوى التكفير والتحريض على القتل. تمام. طيب في المقابل طبعا لاحظنا أنه كانت هناك برضو يعني إشادة بالعاهل السعودي الملك سلمان وردة الفعل السريعة التي قامت بها السلطات والحكومة والقبض حتى على المشتبه بهم في هذا الحادث، كيف رصدت هذا؟ نعم، العديد من الآراء أيضا أشادت بموقف الملك سلمان، وأيضا هذه التعليقات والعديد منها سيكون في الفقرة الأخيرة من حلقة اليوم. نعم، شكرا جزيلا لك ديانا. نعود إليك لاحقا قبل الختام للتعرف على آخر المشاركات، وأعود الآن للمتصلين هاتفيا وأرحب بصالح يتصل بنا من ألمانيا. صالح، أود أن أعرف أو أتعرف على وجهة نظرك في هذا الهجوم الذي وقع في السعودية وتأثيراته كما تراها أنت. يا أستاذي الكريم، أول شيء يعني ليش احنا مستغربين، يعني شو هو الغريب بالموضوع؟ نعم، شو الغريب بالموضوع؟ غريب بالموضوع تفجير طائفي. المنطقة يعني من عشرات السنوات عم تتحضر لحرب طائفية. عندنا عشرات القنوات اللي هي على القنوات على الأقمار، شاهدها المشاهد العربي بالوطن العربي. عندنا عشرات القنوات اللي تبث ولليوم تبث. والفتوى
الطائفية حاضرة بالسعودية أو بالعراق أو بإيران. طبعا أنا أتكلم عن طرفين، ما أتكلم عن طرف واحد، الطرفين المسؤولين عن الموضوع. عشرات القنوات وعشرات السنوات من التحضير الفكري، وبعد ما نغرق بجهلنا ونغرق بالحرب ندرك أخطائنا ونقعد نستغرب الموضوع وكأنه شيء جديد. يا أخي أنا عندي حروب طائفية بالمنطقة، أربع حروب، الحرب بسوريا والحرب بالعراق والحرب باليمن والحرب بلبنان. تقدر تنكر يا أستاذ أو ينكر العالم أنه إحنا قام نخوض حروب طائفية؟ واليوم واليوم العالم العربي، اليوم العالم العربي عم يخوض حرب سياسية وجديدة، تقسيم طائفي بالمجمل. يعني أنت تربط هذا الحادث أكثر بالأوضاع في المنطقة؟ نعم. ما عم بحكي سياسة، أنا عم بحكي رأيي. تمام طبعا رأيك، يعني احنا نسعد بالاستماع لرأيك ورأي المشاركين، وأشكرك يا صالح على هذا الرأي. ونضم لحوار اليوم الدكتور حمزة الحسن الباحث والمعارض السعودي المقيم هنا في لندن. أرحب بك معنا دكتور حمزة. يعني هذه الآراء التي تربط بين هذا الحادث والتطورات والتجاذبات الإقليمية التي تأخذ بعدا ومنحنى طائفي منذ سنوات، رغم هذا لماذا نسمع آراء في المنطقة الشرقية السعودية وبين الشيعة في السعودية يعني تؤشر على أن هذا الحادث سيكون له تأثير سلبي على النسيج الاجتماعي في المملكة؟ أظن لأنه حادث غير مسبوق، لم يحدث أن فجر مسجد في السعودية، حتى حادثة جهيمان لم تكن بهذا النحو الذي نتحدث عنه في 79. أن بالرغم من أن داعش تكفر الجميع وتكفر حتى بعض مشايخ السلطة، إلا أن الاختيار كان واضح، اختيار طائفي كما تعلم. النسيج الاجتماعي كان ممزقا قبل أن يكون التفجير. جاء داعش وحصدت الزرع، هذا الزرع ليس مساهمة طرف واحد، وإنما هناك في الحقيقة العديد من الزراعين زرعوا هذا وأججوا الخطاب الطائفي، وجاء لهم هذا الرجل من داخل السعودية، أبوه أيضا قاعدي موجود في السجن، واختار هذه البلدة الآمنة في قصي الأرض، هو فجر نفسه وقتل أكثر من 22 أو 23 شخص. طيب، حتى الآن. طب اسمح لي دكتور، لماذا يعني التركيز على الحديث عن أن الحكومة متهمة في مثل هذا الحادث لأنها تغاضت عما هيئ الأجواء لهذا الحادث، رغم أن الحادث أبعاده واضح والمتهم فيه والذي اعترف وتحمل وتبنى المسؤولية هو أصلا ربما لا يفرق في استهدافه بين السنة في السعودية وبين الشيعة وبين الحكومة وبين سكان المنطقة الشرقية؟ أنا أعتقد هناك إجماع داخل السعودية حتى من حيث الكتاب، يعني إذا تراجع الكتاب صحف اليوم وأمس وما قبله أو المغردين من أصحاب الرأي ستجد أن هناك اتهاما للحكومة بأنها مقصرة. بالنسبة للشيعة هم يرون، وأظنه صحيح، أنك تتبنى أيديولوجية، تكفر، تدرسها، تربي جيلا ناشئا على التطرف، فتاوى موجودة وجديدة أيضا خصوصا في الأسبوع الأول من الحرب على اليمن، ومئات المقالات، ولما يكذبني يرجع إلى الأسبوع الأول، كلها طائفية من كل، ليس فقط مشايخ أيضا. وبالتالي أنت خلقت الجو وهيأت بالفتاوى وكذا، ثم أدوات التفجير كلها كانت جاهزة، وبالتالي الحكومة وإن كانت هي متضررة إلا أنها تتحمل مسؤولية، ليس فقط باعتبارها حكومة مسؤولة عن مواطنيها، وإنما كانت أيضا هي واحدة من الذي هيأ الأجواء والمناخ، هي من أكبر المشاركين فيه. طيب خلينا نستمع لرأي عبد الحميد حكيم من جدة على هذا الطرح. ما رأيك عبد الحكيم فيما يطرحه الدكتور حمزة حول أن للحكومة السعودية يد بطريقة أو بأخرى في تهيئة هذه الأجواء بالنظر للتغاضي عما يعد تحريض أو عما يعد مهيئا لأجواء تحريض ضد الشيعة في المملكة؟ مساء الخير. أولا أنا حبدأ من هذا السؤال، يعني رد خطاب حق الملك سلمان هو يعني يكشف أن ما يقوله ضيفك الكريم هو يدخل في نطاق، أعتقد ويسمح لي، في نطاق المتاجرة بدماء شهدائنا في القضيح. فالملك سلمان في خطابه هو بداية لسن قوانين تجرم قضية الطائفية وإقصاء أي منبر، سواء كان منبر ديني أو إعلامي أو حتى تعليمي، بخلق العنصرية في ثقافة المجتمع السعودي. أعتقد أن الدولة الآن أو الحكومة تتجه
ودائما في تقوية الوحدة الوطنية، لأن الوحدة الوطنية هي الحاجز الذي سينكسر عنده أطماع أي متآمر يريد أن يخترق نسيجنا الوطني. أتمنى من ضيفك الكريم حتى إن كان هو معارض، ولكن يجب أن يكون هدفنا هو أمن واستقرار البلد. علينا أن ننظر في هذه الأزمة وننظر ما هو حولنا وماذا يراد لنا. أعتقد عدم المتاجرة في دماء شهدائنا في القديح، أريد من ضيفك الكريم أن تكون معارضته حتى هدفها الرئيسي هو أمن واستقرار السنة والشيعة والإسماعيلية وجميع مكونات المجتمع السعودي. نحن الآن الحكومة السعودية تريد إدارة هذه الأزمة الذي يريد أن يعني يستثمرها لمصالحه، سواء إيران سواء داعش سواء أي قوة إقليمية، أن نضع حد لهذه المتاجرة ونحمي ونتعالى على جراحنا ونحمي استقرار وأمن المملكة. طيب خلينا نحصل على تعقيب للدكتور حمزة. أنا لن أستخدم عبارة المتاجرة كما استخدمها، استغلال الحادث يعني سياسي. ألن نعم سياسيا كما ذكرت أنت، ألن يساهم في مزيد من الاحتقان في الأجواء الطائفية ويبتعد عما يعني قاله سكان المنطقة وذكرته أنت من طبعا ضرورة اللحمة الوطني. نعم، دعني أقول أنه لا يوجد أحد يعني يتمنى حدوث هذا. هذا الكلام الخطاب الجميل دائما وطني نسمعه، سمعناه أيضا بعد مجزرة الدالوة، وتقدم أعضاء مجلس الشورى من أجل سن قانون ولم يسمع لهم حتى اليوم. ولا أظن أيضا في المستقبل القريب سوف يحدث ذلك، لأسباب لها علاقة بأن أكثر من يحرض هم من نفس المشايخ السلطة الذين يشرعون الحكم القائم، وبالتالي هذا يعني ينكتمون إذا لم يكفروا أحدا يعني هذا ما يقدروا يتحملوا. حينما نقول قانون وتشريع فنحن نقصد كل الأطياف، يعني لو واحد شيعي أو كذا أيضا يخمد أنفاسه إن تحدث طائفيا أو انتهك هذا الشيء. لماذا لم تقم بهذا الحكومة؟ القضية أنه التسييس، نحن حقيقة ماذا نسيس؟ يعني كلهم شبابنا وأهلنا، يعني أنا ما أريد أيضا أحد يتاجر باسم هذه الدماء ويجير القضية للحكومة. طيب ما هي لحظة واحدة بس دكتور، ما في نفس السياق، يعني ما هو عدم رؤية أو وضع الأمور في سياقها الصحيح سيعقد المشكلة، يعني عدم رؤية الأمر في إطار الأهداف التي يعلن تنظيم أو ما يعرف بتنظيم الدولة نفسه عنها يعقد المشكلة ويأخذ الأمور في منحى آخر. إذا كانت هناك مشكلة بين سكان المنطقة الشرقية والحكومة هذه نقطة، وهذا الهجوم نقطة أخرى كما يطرح. دعني أقول أنا أي واحد يبحث عن الاندماج الاجتماعي الاندماج الوطني هذا في التعريف السياسي يعني فطبيعي أنه مضخات التطرف والكراهية توقفها. يعني إحنا من 2001 على الأقل أمريكا ضغطت على عدلوا المناهج، شالوا منها الكلمات اللافتة وخلوا الجوهر مثلا. يعني يعني إذا تريد خطاب وطني أضع علينا خطاب وطني، ما تجي تقول لي إحنا في الدستور أنه لا نميز بين المواطنين. هذا مثل واحد يقول لي أن الإسلام لا يضطهد المرأة. صحيح الإسلام لا يضطهد المرأة، بس أنت تضطهد المرأة، يعني أنت لست الإسلام. الذي أقول أنه الوحدة الوطنية لها أسس، تمام الأسس الوحدة الوطنية خليهم يبحثوها. أنا الذي أساءني أكثر من أي شيء آخر ليس فقط التفجير، في الحقيقة الأسوأ منها عدم الاعتراف بأن هناك مشكلة. طيب. أنه أحد يتحمل المسؤولية، حتى الملك بعد يومين هو أعطى تصريح، مو في أول يوم. طيب خلينا نستمع لبندر عبد الله يتحدث إلينا من جدة. بندر ما رأيك، هل يجب أن نرى هذا الهجوم في القضيح في نفس سياق ما يتم الحديث عنه من أخطاء أو ممارسات سلبية تجاه الشيعة أو تهيئ المناخ لاحتقان طائفي في المملكة، أم أن الأمرين منفصلين؟ السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. شكرا لسماحة المشاركة. أرفع آيات التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده وولي ولي العهد والشعب السعودي فيما حصل، وأعزي ضيفك الكريم وأعزي أهل الشرقية فيما حصل. ويعني نحن كلنا كسنة شيعة في الوقوف مع إخواننا في القديح. كذلك أخي الكريم، يعني أولا أتمنى إنه من الجهات المختصة يعني في المملكة العربية السعودية وضع على أبواب المساجد أجهزة تفتيش، أجهزة إنذار لتفتيش، وهذا حالة ضرورية جدا الآن لأنه يعني نحن مهددين سنة وشيعة. كذلك أخي الكريم، يعني
يعني هو يعني شيء طبيعي انه يكون يعني مثلا سني وشيعي وصوفي والى اخره. يعني هذه في الاساس هي مذاهب او 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 او, أو طرق او كذا، فشيء طبيعي انه الانسان يعني ينتمي الى ما هو ينتمي اليه. نعم، بس هو بيتحدث او من يتحدثون يا بندر يتحدثون عن تكفير، عن مصطلحات كالرافضه ويعني وفتاوى واراء تكفر وتهدر الدماء او تبيح الدماء. من يتحدثون عن هذه النقاط يذكرون هذه الاحاديث وهذه اللهجه في الخطاب الاعلامي، ربما ليس الرسمي بشكل سافر او واضح، على مواقع التواصل الاجتماعي ربما اكثر، وايضا الديني. نعم نعم، انا اقصد يعني هو في كل شعب في اغبياء يفهمون الامور غلط، وعلى هذا تحصل المشاكل في المجتمعات. لانه مو كل الشعب ممكن يفهم ويستوعب. ولكن في بدايه الحلقه عندما ذكر ضيفك بانه في الحرمين الشريفين امام الحرمين الشريفين تكلم عن الصوفيه عن الشيعه والى اخره، هو تكلم يقصد ايران، لانه ايران هي التي بدات بهذه المشاكل، لا يقصد اخواننا المواطنين الشيعه، يعني الشيعه موجودين في جميع مناطق المملكه اخي الكريم. تمام، ده هذه نقطه هامه يا بندر اخذها للدكتور حمزه، يعني يؤخذ او يرى البعض ان ماخذ على الشيعة سواء في السعودية أو في بلدان عربية أخرى أن الحديث على إيران أو الهجوم على إيران يعتبرونه هم هجوما عليهم، انتقادات لإيران فهي انتقادات أو أجواء تحريضية ضد الشيعة في هذه البلدان، وهو ما لاحظناه. يعني هناك صحف ووسائل إعلام سعودية ربطت بين هذا الهجوم وإيران فتحدث الشيعة عن أجواء تحريض ضدهم. نعم نعم، يعني ألا ينساق أو ألا يؤخذ على الشيعة أيضا في السعودية ودول عربية أخرى الانسياق وراء هذا الاستقطاب الطائفي في المنطقة؟ نعم. أولا، تحويل الصراع السياسي إلى صراع طائفي هذا خطأ، والذي يستقوي بالطائفة حتى يضع له حواجز مقابل الخصم يخسر المعركة السياسية فيحولها إلى طائفية، هذا هو المجرم الحقيقي. نعم. عندنا في المنطقة الشرقية ليس كذلك. لم يكن الكلام أنك تشتم إيران، أنت صار يشتم إيران من 35 سنة ما يهمنا. نعم. اشتم إيران، بالعكس هذا أنا حتى كتبته أصلا في تغريدات. تبغى تشتموا إيران اشتموها، تبغى تشتموا الحوثيين اشتموهم، لا تروح لي في إلى الشيعة أنفسهم. لا. لأنه إن حولت إلى الموضوع الشيعي أنت لا تستطيع أن تفتح معركة ضد الشيعة في إيران على أسس أيديولوجية وعندك ناس شيعة، لا تستطيع أن تشتم الزيدية في اليمن وعندك زيود، أو تشتم الإسماعيلية اللي هم على الأقل 1.2 مليون موجودين في نجران. نعم. الغرض اللي أريد أن أقوله يعني أن الصراع بين الدول خليه ياخذ أي مدى. نحن ضد تحويل هذا الصراع إلى صراع أيديولوجي وعقائدي وطائفي. الذين في داخل المنطقة حسب قراءتي أنا ما شفت ناس والله يدافعوا عن إيران، والله لا تشتموا إيران، اشتموها يا أخي أنا على علنا. اشتموا إيران. لا تشتموا التشيع، هذا موضوع مختلف. واضح. هذا يدمر الداخل السعودي وأي دولة. شكرا لك دكتور حمزة الحسن الباحث والمعارضة السعودي، كنت معنا ضيفا هنا في الاستوديو. وأستمع إلى أبو وائل يتحدث إلينا من الرياض. ما رأيك يا أبو وائل في هذا الهجوم وتأثيراته المحتملة على النسيج الطائفي والاجتماعي في السعودية من وجهة نظرك؟ السلام عليكم أخ محمد. عليكم السلام، تفضل عزيزي. أشكرك وأشكر ضيوف الكرام. عزيزي، فضل. أولا هذا الحادث العظيم. نعم. طبعا ونعزي كل الضحايا ونعزي المملكه العربيه السعوديه وعلى راسها خالد بن حرمين الشريفين. نعم. في هذا المصاب الجلل. انا اعتقد ان الموضوع اخي الكريم ان الفاجعه واحده والمصاب واحد على ما يقولون. لكن المؤسف جدا ان انا برضه نعيش الان في حاله تشنج وعصبيه وكراهيه واحتضان وانتقام. نعم. وكل هذه الامور كلها تتواجدها وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. أضف إلى ذلك أن المنطقة تعيش على صريح ساخن، يعني الأزمات الإقليمية برضو لها سبب في هذا الموضوع. لكن الهدف الرئيسي أو اللي أرجع أو أوصل رسالة أن المملكة العربية السعودية تقف على مساحة ومسافة واحدة بين السنة والشيعة، فما بالك بأن يكونوا أولادها مستهدفين. طبعا هذه لا تضع لا دولة ولا شعب، ولا أعتقد أن ما في أحد موجود يستمتع بما حصل مهما كانوا. سيظلون اخوان لنا وسيظل اخوه وسيظل المجتمع ان شاء الله ونسيجه الاجتماعي محافظ عليه. يجب علينا ان نلحظ ايضا
يعني موضوع آخر اللي هو موضوع الخطاب الديني، يجب أن تكون هناك رسالة موجهة للخطاب الديني وخاصة إلى بعض الخبراء أو العلماء. الخطاب الديني الرسمي أعتقد أنه معروف ولا يمس أي طائفة ولا يحاول أبدا، لأنه لا ليس من مصلحة الدولة أن تعيش على هذه الأمور. تمام، شكرا يا أبو وائل. رغم وجود انتقادات لهذا الخطاب، ربما الخطاب غير رسمي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. والآن أعود إلى زميلتي ديانا عبد القادر للتعرف على آخر ما ورد من مشاركات. ديانا تفضلي. نعم محمد، المزيد من الآراء التي تصلنا. أبو آية القيري يقول: لن يتأثر السعوديون بوجود قيادة حكيمة ورشيدة للمملكة بقيادة الملك والذي سيقود الأمة العربية والإسلامية حفظه الله ورعاه. أعتقد أن الكل يدرك أن من فعل ذلك لا يمت لمذهب معين بصلة. هذا رأي آخر يشارك به أحد المشاركين عبر موقع تويتر، ويقول أن هذا الحادث مدبر ومنفذ ومعروف من يقف وراء هذا الحادث. محمد صالح يقول: الشيعة في السعودية قنبلة موقوتة ستنفجر يوما ما، خاصة في سياسات التصعيد ضد إيران والرقد خلف أمريكا كما يقول. نعم. أيضا أسد بابل البياتي: هل يملك الشيعة في السعودية من أمرهم شيئا؟ إذا نعم. محمد، هذه بعض الآراء والمزيد من الآراء عبر الراديو. شكرا لك يا ديانا على هذه الآراء. مشاهدينا، انتهى هذا الجزء التلفزيوني، إلى اللقاء بعد قليل على راديو بي بي سي.